يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل في الآية 29 من سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العلي العظيم. الإيمان لا يعني النفور من الناس الذين يقفون في الموقف الآخر أمامنا، ممن يختلفون معنا في الانتماء الديني. التدين لا يعني أن أحمل حقداً في قلبي تجاه من يختلف معي، بل الإيمان هو أن أعيش روح المسؤولية تجاه الآخرين الذين يختلفون معي، مسؤولية هدايتهم إلى الخير الذي وفقني الله إليه، إلى الخير الذي اهتديت إليه. الإيمان والتدين يعني أن تغمر قلبي المحبة الإنسانية الفطرية للآخرين، بحيث أستطيع أن أتعايش معهم بسلام، الذي أستطيع من خلاله أيضاً أن أقدم صورة مشرقة عن الإسلام، الذي أستطيع من خلاله أيضاً أن أفتح قلوبهم للكلمة الطيبة ولكلمة الحق وللهدى. لأن القلب الذي لا يحب لا يستطيع أن يفتح قلوب الآخرين. إذا كنت تبغض الآخرين لا شك وأن هذا البغض سينعكس على صفحات الوجه وفي كلمات الإنسان وفي سلوكه، وحين ذاك لن تستطيع أن تفتح قلوب الآخرين لتوصل إليهم كلمة الهداية. وفي الحديث عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: وهل الدين إلا الحب؟ حب الله عز وجل، والحب في الله عز وجل، وحب الخير لنفسك وللآخرين. لاحظ هذا الحدث الذي يرويه الكليني في الكافي عن مصادف. مصادف كان يخدم الإمام الصادق عليه السلام، عنده فكرة خاطئة. لاحظ كيف يستغرب من سلوك الإمام جعفر الصادق عليه السلام. يقول: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بين مكة والمدينة، يعني في طريق العودة من الحج، فمررنا على رجل في أصل شجرة، تحت شجرة مستظل بها، وقد ألقى بنفسه، شكله واضح أنه متعب. فقال الإمام الصادق: مل بنا إلى هذا الرجل، فإني أخاف أن يكون قد أصابه العطش. يقول هذا الراوي اللي هو خادم الإمام الصادق: فملنا فإذا رجل من الفراسين، فراسين يعني من أصحاب الفروسية، هذه قبيلة عربية نصرانية، معروفين أن دينهم دين النصرانية. يقول: لما وصلنا هناك شفنا، عرفنا أن هذا من هيئته لبسه كذا، أن هذا من هالقبيلة وأنه نصراني طويل الشعر. فسأله: أعطشان أنت؟ الإمام الصادق يسأله: أعطشان أنت؟ فقال: نعم. فقال: انزل يا مصادف فسقه. فنزلت وسقيته، ثم ركبت وسرنا. فقلت، مستغرب كأن في باله أن التدين والإيمان يعني أنك أنت ما ترحم إلا جماعتك، إلا المؤمنين بدينك، وأما سواهم فلتنزل كل أنواع العذاب والنقمات عليهم.
فقلت هذا نصراني فتتصدق على نصراني، إعطاء الماء، سقي الماء في مثل هذا الوضع نوع من أنواع الصدقة، أفتتصدق فتتصدق على نصراني؟ فقال عليه السلام نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال. ناس ما قاعدين يحاربوننا، مو في حالة حرب معنا، ناس في ضمن إطار الدولة الإسلامية، ناس آمنين، واحد محتاج منهم إلى مساعدة، ما المانع أن الإنسان يتعامل بهذه الروح الإنسانية؟ ما الغريب في ذلك؟ أليس هذا جزء من تعاليم الإسلام؟ هكذا استطاع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من قبل أن يهدي المشركين ويهدي غير المشركين من أتباع الديانات المختلفة إلى الإسلام، من خلال أنه كان يحمل في قلبه الحب للآخرين وحب الخير للآخرين، لم يكن يبغض الناس لأنهم يختلفون معه في الدين، لأنهم لم يهتدوا إلى ما هداه الله عز وجل إليه. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لو كان فظا، لو كان غليظ القلب لما استطاع أن يفتح قلوب الناس لكي يدخل كلمة الإسلام في قلوبهم فيحتضنون هذه الكلمة بتلك الروعة. أبدا المسألة لا تتم بهذه الصورة، ولذا الآية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وليس للمؤمنين وليس للمسلمين وليس لمن اهتدى بك، بل لكل الناس، لكل الخلق أنت رحمة لهم. وواضح أن صورة الرحمة يجب أن تشمل كل العناوين المختلفة، منها أن ترحمه عندما لا يكون مهتديا فتهديه إلى الإسلام، ولا تستطيع أن تهديه أو توصل إليه الكلمة إلا من خلال المحبة، إلا إذا شعر أنك فعلا إنسان صاحب قيم، أنك إنسان محب للآخر وتحب الخير للآخر. البعض قد يستغرق في تدينه، يكون عنده حالة من الحماسة لهذا التدين ولهذا الانتماء الذي ينتمي إليه، ديناً كان أو مذهباً أو غير ذلك. عند ذاك تتغلب العاطفة على العقل، عندما تتغلب العاطفة على العقل يبدأ يميز ويقسم الساحة، هذا معي وهذا خلافي، هذا ضدي، هذا يختلف معي إذن هو عدوي. يبدأ هنا الشيطان وتبدأ النفس بالوسوسة لمثل هذا الإنسان بأن يتخذ مواقف أو سلوكيات تصدر منه بحيث أنه يقول لنفسه لابد أن أحترس من هذا الآخر المختلف، لابد وأن أعادي هذا الآخر المختلف حتى أكون مخلصاً لله في انتمائي. يعني هو يتصور أن الاندكاك في عقيدته، في مذهبه، في دينه، والإخلاص لله يتمثل في العداوة للآخرين والبغض للآخرين دون أن يصدر منهم شيء. مرة رد أكرر، مرة الآخر يرفع السيف في وجهك يريد أن يدمرك ويدمر دينك ويدمر الإسلام، هذا موضوع مختلف. أما الإنسان المسالم الذي لم تبدر منه بادرة في هذا الإطار، ليس عندنا أمر في الإسلام في أن نعاديه وأن نبغضه وأن نحاربه، بل علينا أن نحب الخير له، ومحبة الخير له تستدعي أن يكون في قلبي رحمة ومحبة للآخرين. وبالتالي هذا الشعور، شعور البغضاء للآخرين، قد يدفع الإنسان إلى سلوك، هذا السلوك يكون سلوك عنيف تجاه الآخر الذي يختلف معه، مما يعود بالتالي بالضرر على نفسه وعلى الآخرين وحتى على انتمائه. الجهة التي ينتمي إليها ستميز بأنها جهة إقصائية عنيفة لا تريد الخير للآخرين. البعض لربما يتمسك بما تلوت على مسامعكم في بداية الخطبة، أشداء على الكفار، مدام هذا كافر إذن يجب أن أكون شديداً معه، بخلاف ما لو كان مؤمناً.
هؤلاء يغفلون عن أن هذه الآية جاءت في أجواء الصراع مع الكافر. عندما تكون في حالة صراع مع كافر يريد أن يلغيك ويقتلك ويدمر دينك، حين ذاك تكون شديدا معه. وأما هناك في آيات أخرى ليس من منع في أن تواد ذلك الإنسان الذي يختلف معك في الدين، فيما لو كان إنسانا مسالما لا يريد أن يلغيك من الحياة. وعادة المسألة لا تقف عند هذا الحد، عند هؤلاء الذين يعادون المختلفين معهم في الانتماء الديني، بل يتحول حتى إلى جماعته. هي مسألة نفسية وعقلية، هالنوب يتحول إلى جماعته ويبدأ يفرز بين جماعته، منو مثلي 100%، ومنو يختلف معاي بهالفكرة ولا بهالفكرة، في مفردة عقائدية. قد تكون هذه المفردة العقائدية ما يملك أي طرف الدليل الحاسم في صحة ما يتبناه، يعني أكو دليل على هذا الرأي ودليل على الرأي الثاني وهكذا، هذا يتمسك بحديث، ذاك يتمسك بحديث، هذا يتمسك بظاهر آية، هذا يأول الآية، تشوفه هني ياخذ موقف عدائي من الآخر. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه هو والله شاف أنه مختلف معاه في هالمفردات العقائدية ويبغضه، ثم بعد ذلك يحول هذا البغض إلى سلوك عنيف. والبعض أيضا يأتي إلى مفردة حتى شرعية فقهية، ثم ينظر إلى المفردات الفقهية، فإذا اختلف مع هذا أو ذاك أيضا يبدأ يبغضه ويبدأ يوجه سهام الاحتقار والنقد، ثم يتحول إلى سلوك عدواني. من الطريف المبكي حقيقة مقالة اطلعت عليها، كتبها أحد الباحثين، يجمع فيها موارد تكفير إحدى الطوائف لسواهم. في طائفة من الطوائف ما أذكر اسمها، جماعة ظهرت عندها متبنيات في يعني الوسط الإسلامي، عندها متبنيات عقائدية فقهية كذا خاصة، عندما ظهرت بدأت تكفر من سواها. هذا الأخ جمع تكفير كذا تكفير كذا تكفير تكفير كذا من خلال الكتب والتصريحات والخطب إلى آخره. حقيقة أكو موارد فعلا هي مضحكة ولكن أيضا تبكي، وهناك أمور فعلا هي شر البلية ما يضحك. واحدة من هذه الموارد يقول بأنه لو أن إنسانا اهتدى إلى هذه الفئة، إلى هذه الجماعة وصار منهم، ولكنه يعتقد بإسلام آبائه السابقين اللي ما طلعوا ولا عاشوا أصلاً هذه الفترة الزمنية، إذا اعتقد أنهم ماتوا على الإسلام فيستتاب، فإن رفض وأصر على إسلامهم يقطع رأسه، ثم صار ماله فيئاً للمسلمين. ومن قال من المسلمين لا إله إلا الله، حالة الحرب يعني بين هالطائفة بين هالجماعة وبين غيرهم، إذا صار بينهم حرب وهذيل مسلمين وذيل مسلمين، إذا الطرف الآخر قال لا إله إلا الله فعليك أن تقتله. تقول أسامة بن زيد قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مورد مختلف، هذاك مشرك أسلم فقتله، أما هذا من قبل كان يقول لا إله إلا الله، الآن قال لا إله إلا الله ما في فائدة، وبالتالي تقتله. إلى درجة أن يقول أن الحجاج اضطروا في فترة ما، حجاج مسلمين إلى بيت الله في الطريق، عندما كان تأتي بعض هذه الجماعات المتطرفة التكفيرية تأتي تقبض عليهم، تقول ما أنتم؟ يقولون نحن كفار نريد أن تهدونا إلى الإسلام ونقول لا إله إلا الله، لأن لو قال لا إله إلا الله وأنا مسلم يقطعون رأسه لأنه ليس على ملتهم. هذا العنف الروحي لا دين له، لا مذهب له. حوار جميل جدا أنا نقلته منذ سنوات يعني في إحدى الخطب، وأحب أن أعيد نقل هذا النص. شوف هذا العنف الفكري والعنف الروحي كيف يكون عند البعض. ثلاثة من
أصحاب أو من يعني المعتقدين بإمامة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الرواية في الكافي عن هاشم صاحب البريد قال: كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين، فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون في من لم يعرف هذا الأمر، اللي ما يعتقد بالإمامة تصنفونه مسلم ولا غير مسلم؟ فقلت، يعني هاشم يقول صاحب البريد، فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. فقال أبو الخطاب: ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة، إذا أنت تقيم عليه دليل حتى لو مو مقنع وما آمن بالإمامة فهو كافر، فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر. فقال له محمد بن مسلم وهو أفقههم، قال: ليس بكافر، قال: سبحان الله، ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر، يعني إذا ما قام عند الدليل، أو قام عند الدليل ولكن الدليل مو مقنع، ما قدرت أنت يعني توصل إلى مرحلة القناعة، كيف تتهمه أنه هو جاحد كافر؟ الجاحد اللي يعلم الحقيقة ويصر على الخطأ، هذا هني ذاك الساعة تعطي تصنيف كذا أو كذا، أما إذا هو الدليل مقام عنده ما تقدر أنت تصرف يعني تحكم عليه بهذا. المهم الثلاثة التقوا بالإمام جعفر الصادق عليه السلام في الحج، سألوا الإمام هذا السؤال فقال: ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قلت: بلى. قال: أليس يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عموم المسلمين باختلاف انتماءاتهم المدرسية المذهبية ما يقولون هالكلمتين؟ قلت: بلى. قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ كلهم يعتقدون بالإمامة. قلت: لا. قال: فما هم عندكم؟ ايش تحكمون على هؤلاء؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، مصر هاشم. قال الإمام عليه السلام: سبحان الله، أما رأيت، أنت جاي الحج وشفت بالطريق هالناس اللي جاية وكذا، أما رأيت أهل الطريق اللي في القرى اللي مسافرين إلى الحج يخدمون الحجاج غيره وأهل المياه؟ قلت: بلى. قال: أليس يصلون ويصومون ويحجون؟ أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال: فما هم عندكم؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال: سبحان الله، أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة؟ مو على مذهبكم هذين، ومتعلقين بأستار الكعبة والدموع تجري والدعاء والبكاء وكذا. قلت: بلى. عفوا، بأستار الكعبة؟ قلت: بلى. قال: أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ويصلون ويصومون ويحجون؟ قلت: بلى. قال: فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال: فما تقولون فيهم؟ قلت: من لم يعرف فهو كافر. قال: سبحان الله، هذا قول الخوارج، شلون أنتم تدعون أنكم أنتم على ولايتي ومتمسكين بها؟ هذا قول الخوارج الذين حاربونا وكفروا عليا عليه السلام على هذا الأساس. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم، إذا تبون أعطيكم الميزان والمعيار اللي من خلاله تحكمون على الناس بشكل صحيح. فقلت: أنا لا، ما بيسمع، رجاء ما بيسمع، والإمام عنده يقول. فقلت: أنا لا. فقال عليه السلام، وايد منا كذي، كثير منا بهالصورة، من توصل له قناعات والأدلة والحجج يقول: لا 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 لا، أنا مقتنع بشيء وماشي عليه. فقال: أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا. هالقناعات هالمقاييس والمعايير مو سهلة الإنسان يحطها، يرجع إلى أصول. قال: فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم. الخطورة الكبرى
تتمثل في أن هذا العنف الروحي ولربما العنف السلوكي يستغل من بعض القيادات السياسية، من بعض القيادات الحزبية، من بعض القيادات الدينية، يستغلون خاصة الشباب. الشباب عادة عندهم هالحالة من العنف، التمسك بمتبنياتهم أو التطرف أو القوة بالتمسك بهذا، وعادة عندهم حالة التمييز للآخر ووضع الفاصل وتحويل ذلك إلى حالة عداوة أو غيره. عادة الشاب معرض لمثل هذا. خطورة الأمر، الخطورة الكبرى استغلالهم، ويتحولون إلى وقود. هذا الوقود يأتي ليفجر أوضاع المسلمين وليقتل وليدمر إلى آخره. والخطورة الأخرى أيضا تتمثل في الذين يقدمون الكلمة الدينية والخطاب الديني، عندما يتلاعبون ويحورون ويؤولون النصوص الدينية بما يخدم آرائهم المتطرفة ليقدموها إلى الناس على أنها تمثل قول الله وتمثل قول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وهذه أخطر من تلك. هناك موقف انفجار قتل كذا، لكن هنا تأسيس لقواعد، أجيال تأخذ هذه القواعد الباطلة والخاطئة وتؤسس وتؤسس عليها وتفرخ جماعات وجماعات إلى آخره. ويأتي أحياناً الموروث التاريخي ليزيد من الاحتقان المتراكم، أحداث حصلت في الماضي، ثارات كذا كذا، ليتحول الالتزام الديني المنطلق من الجهل والتخلف والتعصب إلى خطر على الإيمان نفسه وعلى المؤمنين جميعاً. إن تجاوز هذه الحالة من العنف الروحي تحتاج إلى حركة من المؤمنين الواعين الذين يملكون قوة العقل ومسؤولية الإيمان ورسالية الدين وموضوعية الحجة وعمق البرهان، بهدف إعادة النظر في طريقة إثارة الإحساس الديني في مشاعر المؤمنين، وفي تقديم المفردات العقدية والفقهية والتاريخية وسواها، حتى يمكن للتربية الدينية الحكيمة في الشكل والحكيمة في الأسلوب والحكيمة في المضمون أن تمنح الواقع الديني والمذهبي المتعدد نوعاً من التوازن والموضوعية، بحيث تتحول الأجواء الفكرية بين هذا الفريق أو ذاك إلى حركة بحث عن الحقيقة على أساس الاستماع إلى الآخر الذي قد يكون له بعض الحق في قناعات فكره، لا على أساس إثارة الجدال من أجل تأجيج الصراعات وتسجيل النقاط على الخصوم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.